السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كيما حنا راه تاثرنا بزاف هاد الاسر اللي تعرضوا للحريق في منطقه رحاحله او ما يعرف بالعرجانه بالمحمديه في طريق شركه لاسامير. هادو اسر معروفه تطلق يعني اتصلوا بنا كجمعيه نهضه 300 تضامن ودخلنا وكما شفنا في موقع التواصل الاجتماعي بمحمديه بريس. معكم يزيد ابو صابون رئيس جمعيه نهضه زناته لتنميه التضامن. لزمنا هذه العائله كما كتشوفوا هما عندهم واحد الخيمه هنايا تعرضوا للحريق. هنا كنتمناو احنا وفرنا لهم بعض المواد الغذائيه الاغطيه مبالغ ماليه بمساعده الملابس مساعده المحسنين. نتمناو ان شاء الله اعاده الهيكله لهذا الدواوة لان المحمديه راه معروفه في اعاده الهيكله الحمد لله. راه كاين تدخل ديال السلطات المحليه عماله المحمديه. نتمناو ان شاء الله من السيد العامل باش يتدخل ان شاء الله ليس زي بخير ان شاء الله. ونتمناو ان شاء الله باش تاهم توفر واحد البقعة عرضيه هنا في منطقه الفتح هنا في منطقه بني خلف لانه مشاكل نتعرضوا لانه احنا دابا مقبلين على فصل الشتاء. ونتمناو ان شاء الله لان كما شفتوا الحاله احنا تاثرنا بزاف الحاله ديالهم يرثى لها. نتمناو ان شاء الله شنو نتمناو المبتغى ديالنا هو يتوفر لهم واحد السكن ان شاء الله لان هادشي قليل في حقهم. وكنشكر دائما السلطات المحليه جماعه المحمدي تما باش يدخلوا ان شاء الله كنشكرهم وشكرا للجميع اللي من ساعد هذه الاسر المتضرره. هنا لهذا النهار جيتوا عندنا فرحتونا الله يفرحكم وفرح اللي مصيفط لينا هذا الشيء الله يجازيه بخير الله يخلي ليه ميمته. جمعيه زناته سير يزيد جاب لنا هذا الرزق هذا الخير ها هو كيف ما كتشوفوا الله يجازيه بخير واللي عاوننا الله يعطيه العوين الله يخلي ليه والدي. احنا محتاجين لهذا الشيء بزاف واللي عاوننا الله يعطيه العوين. كنتمناو ليه صحيحه وطولة العمر وانتم بنيتي الله يعاونكم الله يسهل عليكم. كاع اللي تلافت فينا وشاف فينا الله يسهل عليه الله يعاونو. حتى واحد ما تبغي ليه هذه الحاله الله يجازيكم بخير. ثم وهاد السيد هذا اي اخويا جاو عندنا الجمعيه الله يجازيهم بخير هما عاونونا من البسه ومن افريشه ومن مواد غذائيه اللي كنا محتاجين ليها بزاف الله يجازيهم بخير ومبلغ مالي والحمد لله الحمد لله. هاد الناس هادو اللي جاو عندنا يعني نقصوا علينا واحد 20% ديال المأساة اللي كنعيشوها مع هاد الناس. فرحونا وفرحوا الوالده ديالي وفرحوا الاخ ديالي فرحوني تانا الله يجازيهم بخير. يجازيك بخير الله يرحمك الوالدين الله يثبت حسانتك الله يثبت الاجر يكون مقبول عندك الله يعمر سيدي ربي يعاونك بالخير الله يعطيك صحيحتك الله يخلي لك وليداتك سي يزيد الله يرحمك الوالدين الله يثبت حسانتك وحيا الملك.